اتفضل استاذ منتظر. السلام عليكم. وعليك السلام. كيفك شيخ؟ الحمد لله، والله بخير حال. الشيخ اشكالك على الآية 55 من سورة المباهلة، المائدة العفو. تفضل. اشكالك انه الامام علي المعصوم عندي انه كيف اتى الزكاة وهو راكع؟ لا حبيبي، احنا اشكالنا كله اذا كانت هذه الآية هي آية تبليغ بولاية علي بن ابي طالب، صح؟ ايه صحيح. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بولاية علي بن ابي طالب في الآية 55، صح؟ صحيح. روح للآية 67 بقى كده وقرأها لنا من سورة المائدة ايضا، تفضل. سورة المائدة الآية 67، ابقوا يا علي الاتصال. اتفضل حرك المصحف اللي عندك واقراه منه، اتفضل. قال تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. حلو 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 حلو، واحد واحد بس بس كده. الله لا يهدي القوم الكافرين. بس واحد واحد واحد. صدق الله العلي العظيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني معناها ان النبي بلغ او لم يبلغ لسه لما نزلت الايه؟ يعني معناها النبي بلغ ولا لم يبلغ؟ لا بلغ. تدري ليش الايه نزلت وما يقصد بها الله؟ ايوه معلش واحده، عشان انا راجل عربي وبحب افهم العربي. قبل نزول الايه هل النبي بلغ ولا لم يبلغ؟ قبل نزول ايه يا ايها الرسول بلغ. هل اجتمع، اسمعني استاذ وليد مره خصتك، تفضل. هل من بلغ النبي بلغ بالله ورسوله وبالامام علي والذين ياتون زكاتهم راكعون؟ حضرتك حسب، لا انا بتكلم حسب تفسيرك انت للايه. انت تقول ان هذه الايه نزلت لكي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بولايه علي. حسب تفسير الائمه، حسب تفسيرك انت. انتم قلتم ان هذه الايه نزلت تعنيفا للنبي وتهديدا للنبي لكي يبلغ بولايه علي بن ابي طالب. فانا سؤالي قبل ان تنزل هذه الايه، سؤالي قبل أن تنزل هذه الآية، النبي بلغ أم لم يبلغ؟ لا بلغ يا سيدي. طب إزاي هو بلغ والآية تقول يا أيها الرسول بلغ؟ عندما بلغ، اسمعني أستاذ وليد، عندما بلغ بولاية الله ورسوله وبالذين يأتون الزكاة وهم راكعون والذين يقومون الصلاة، العفو أنا شو بشد هسه خربطت بيناتهم. ده أنت ضيعت القرآن. هل التبليغ، أنا ما جاي أقرأ لك الآية، أنا جاي أقول لك شنو ذكر بالآية. يا أستاذ أنا سؤالي واضح لو سمحت، لو سمحت سؤالي واضح. الآن قبل نزول آية البلاغ، قبل نزول آية البلاغ، النبي بلغ أم لم يبلغ؟ بلغ يا سيدي. خلاص. إذا كان النبي بلغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فكيف الرسول فكيف الله يقول للنبي يا ايها الرسول بلغ؟ تبليغ في اول تبليغ ما عارض احد. صوتك يقطع. اعيد لك تاني، الان سالتك سؤال وقلت لك قبل نزول ايه التبليغ عندكم بتفسيرها، نعم، هل النبي بلغ؟ نعم. انت تقول نعم بلغ، إذا كيف بلغ؟ نعم. والآية تنزل تهدد النبي بأن يبلغ. كيف أنا أهددك بشيء أنت بلغته؟ يا سيدي أنت بسيرتكم النبوية أنه يا باشا أنت مالكش دعوة بسيرتي، إحنا سيرتنا ومنهجنا أنت مالكش دعوة بيه. أنا بتكلم لأنكم قلتم أن هذه الآية نزلت بتهديد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبلغ بولاية علي. بولاية علي. فكيف يقول له بلغ وقد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ؟ يعني انا معلش يعني اديك المسدس واقول لك اقتل فلان، فانت واخدت المسدس وقتلت فلان، فراح جاي قايل لك اتفضل خد المسدس واقتل فلان. لا حاول، مش هيسمع. شكرا ليك، شكرا. لا شكرا.